وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة اسعار السلع الاستراتيجيه وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعه من ضبط 503 قضايا تموينيه بمضبوطات بلغت اكثر من 139 طن مواد غذائيه وغير غذائيه ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 13 طنا وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 126 طنا اما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط سبعمائه وسبع وعشرين قضيه من بينها 147 واربعون قضيه خبز ناقص الوزن ومائه وتسع وثلاثون قضيه خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومه توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط خمس قضايا بمضبوطات بلغت قرابه خمسه وعشرين طن اقماح محليه